هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئة وستة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وواحد وخمسين ألف شخص في حين بلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة مئة وثلاثة وثلاثين ألف شخص